على مدى 25 عاماً من تقدير الممارسات العالمية المبتكرة وتحسين جودة الحياة للنهوض بمستقبل المدن، تستمر جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتكون منصة عالمية جمعت العالم على رؤية واحدة وهي سعادة الإنسان. إقبال استثنائي وأرقام لافتة حققتها الجائزة بحلتها الجديدة. 10 مشاريع متأهلة، 5 فائزين، جوائز مالية تصل إلى أكثر من مليون دولار أمريكي. ترشح عن فئة التجديد الحضري مبادرات ساهمت في موائمة تأثيرات التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. ترشح عن فئة المباني المستدامة والمبتكرة مشاريع وظفت الهندسة لدعم أهداف تنموية مختلفة كتحفيز الأطفال على القراءة والتقليل من استهلاك المياه العذبة. ترشح عن فئة استدامة النظم الغذائية مبادرات مستدامة عززت استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء ودعمت سبل زيادة الإمداد الغذائي. ترشح عن فئة مواجهة التغير المناخي وتقليل التلوث مبادرات ذكية عالمية تسعى لزيادة المساحات الخضراء وتمويل المزارعين حول العالم واستغلال الموارد المتاحة لتزويد المجتمعات النامية بالطاقة النظيفة. ترشح عن فئة التخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية مبادرات تنموية فريدة قدمت نموذجاً حيوياً صديقاً للبيئة يدعم التنقل المستدام والتخطيط الفعال للمدينة بمشاركة المجتمع المحلي. جائزة دبي لأفضل الممارسات العالمية، مسيرة تنموية ورؤية عالمية من دبي للعالم لصناعة مستقبل المدن وتحقيق سعادة الإنسان. We are now pleased to announce the winners of the 5 category awards. We invite His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai, Deputy Prime Minister, and Minister of Finance of the UAE, to honor the winners on stage. The winner in the Urban Regeneration and Public Spaces category is Chulalongkorn University Centenary Park from Thailand. Thank you.
The winner in the construction of sustainable, innovative, and smart buildings category is Waterwise Buildings and Industries from Singapore. The winner in the Sustaining Urban Food Systems category is Less Fish Loss Supporting Better Nutrition Indonesia. The winner in the Addressing Climate Change and Reducing Pollution category is Let's Green the Planet with Treedom from Italy. And the winner in the Urban Infrastructure Planning and Management category is UrbGov, a GIS-based urban governance and planning tool from India. We thank His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum for honoring the winners of these awards.